ودلوقتي هنروح لتقرير مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية واللي حرص على الإشراف الكامل على مهرجان المسرح النسوي وقدر بإمكانيات الحقيقة بسيطة جدا إنه يحقق من خلاله نجاح كبير وملموس. الدكتور أشرف زكي أكد إن المهرجان هيتحول لمهرجان دولي السنة اللي جاية. تعالوا مع بعض نتابع تقرير الدكتور أشرف زكي ونعرف منه السبب اللي دفعه للتوقيع على استمارة حملة علشان تبنيها لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحمد لله الحمد لله، هو توفيق ربنا طبعا قبل اي حاجه وبعد كل حاجه. ده جهد الطلبه والطالبات تحديدا في المعهد العالي للفنون المسرحيه، والحمد لله قدروا يعملوا مهرجان. دي الدوره الاولى للمسرح النسوي تحت رعايه الدكتوره احلام يونس رئيس اكاديميه والدكتوره مايا مرسي رئيس مجلس قومي للمراه، وشفنا 6 عروض وشفت لجنه التحكيم، ويعني الحمد لله وقدرنا نكرر مجموعه من الرموز في اول مهرجان. الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، الدكتورة سميرة محسن، الدكتورة هدى وصفي، الفنانة التشكيلية سكينة محمد علي. وشفت الجوائز النهاردة باسم سناء جميل ونعيمة عجمي ونوبة برادة ودكتورة نيات سليحة. يعني الحمد لله، يعني وقدمنا للمهرجان إن نائبتي الرئيس يعني 2 دكاترة من عندنا جداد، دكتورة رشا خيري والدكتورة عبير فوزي ودكتورة رانيا يحيى، دي أمين عام المهرجان. فده مكسب حقيقي يعني بالنسبة لنا يعني الحمد لله. وهو ده دور المعهد العالي في المسرحية اللي فيه زخم وفيه كم كبير من النجوم والنجمات بنقدمهم لمصر هدية، لأن دول أبنائنا اللي يجب أن نرعاهم يعني.